ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة الكناتيكا اللي يسموها الكرنطيطة، كل واحد كما يقول لها. عندي المقادير، عندي عبر تاع كناتيكا هو حمص مطحون وتلت عبار تاع ماء وحبة بيض والملح وربع كاس زيت، ونخلطو دوك نديرو المقادير. نديرو بول تاع الحمص المطحون والكناتيكا، نزيدو الماء تلت عبار تاع ماء، نخلطو مليح، نديرو حبة تاع البيض، نخلطو معاه الزيت، ونزيدو الملح. أنا درت غير مقادير قليلة، كيس تاع 400 غرام قسمتها على زوج. ولا بغيتو تضاعفو المقادير ضاعفو، لا ضاعفتي المقادير ديري زوج كيلات حمص وست كيلات ماء معاهم زوج بيضات والملح. وفي الاخير نخلوها ترتاح، خليها مادامها ترتاح بان الحمص يشرب الماء يولي رطب، خليها ترتاح شحال، ربع سوايع ولا ثلاث سوايع حتى الحمص تاعها يذوب، من بعد ندخلوها للفرن. راهي ارتاحت الكرنتيكا تاعي، دوك نديرها في الصيني نفرخها ونديرها في الفرن اقصى اعلى درجه. ها الكرنتيكا تاعي وجدت، ديروا لها كمون، نقدموها في صحن التقديم. هاي وينا الكرنتيكا تاعي وجدت بالصحة والهنا. لا تنسوا الاشتراك في قناتي.